أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. نظام السيسي يشجع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، ويستعد للسماح له بالدخول عبر معبر رفح بحسب الصحيفة ديعو تحرنوت. الصحيفة العبرية أكدت تمسك إسرائيل برفضها الأولي لزيارة عباس بانتظار خطابه الذي من المتوقع أن يلقيه أمام الأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر، لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان العمدي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني. عباس أعلن عزمه زيارة غزة خلال خطاب له بالبرلمان التركي الشهر الماضي. محللون شككوا في قدرة عباس على مخالفة الفيتو الإسرائيلي واتخاذ خطوات صادقة وحاسمة لتحقيق الزيارة. ما رأيكم؟ هل يفعلها عباس؟